بعد اذنك. لا اتفضلي اتفضلي. بعد اذنك معلش اوعى. تذاكر تذاكر يا حضرات، تذاكر تذاكر يا استاذ. اتفضل. واحد. المدام مش مع حضرتك ولا ايه؟ كانت. مش فاهم حضرتك يا فندم. اتفضل. واحد؟ لا واحده. هو في مشاكل مع حضرتك في البيت ولا حاجه؟ لازم تحط راسها براسي في كل حاجه، دي حاجه لا تطاق يا راجل. هو انت مش هتبطل اي حد معدي كده تدخله ما بيننا؟ طب انت مش غريب يرضيك يقطع تذكره لنفسه بس وانا ولا كاني موجوده؟ مش انت اللي لسه قايله ان احنا خلاص انفصلنا عن بعض؟ ده انت ما صدقت بقى. في اي ماتش في الدنيا لازم يكون في استراحه، عارفين لو مفيش استراحه ايه اللي يحصل؟ يحصل خيانه للروح الرياضيه. خيانه؟ لا انا مستحيل اعمل كده، بعد كده اخلاقي ما تسمحليش اني اقابل واحده تاني. الخيانه مش ان انت تقابل واحده او انت تخرج وتدخل مع واحده، لا، كون ان انت بتكلم اي حد على الموبايل دي خيانه. هو انا فاضي اقابل حد عشان اكلمه؟ مش لازم تقابل حد، كلنا معانا موبايلات، ممكن انت معاكي موبايل، انت معاك موبايل، ممكن تنزل الابلكيشن كله عليه، التطبيقات كلها عليه، وتكلم اللي انت عايز تكلمه براحتك، دي اسمها خيانه، مش كده ولا ايه؟ ماليش دعوه، هو اللي لازم يعتذر. هو اي اعتذار وخلاص؟ وانا كنت عملت لك حاجه؟ انا مش عارف اهلها كانوا مستحملينها ازاي. مستحملني؟ طب على فكره بقى في مليون واحد بيجروا ورايا يتمنوا بس ابص لهم. ليكي كنت سارقه منهم حاجه؟ لا كده اهانه وانا ما اسمحلكش. حضرتك كده كارت اصلا. احسن. احنا ملوك العداله. العداله العداله سيدي الحكم. بصراحه ما فيش عدل خالص، انا واحد شقيان ليل ونهار وهي قاعده في البيت وبعد ده كله مش عاجل. لا ما انا مش قاعده في البيت بلعب يا استاذ، ده انا بكنس واوضب وامسح واذاكر للعيال. انت لو بتشتغل شغلانه واحده انا بشتغل 100 شغلانه، ولا حضرتك شايف ايه؟ بصراحه انا مش شايف حاجه. طب اتفضل شوف. وريني البار كده ابص عليه. بكنس وامسح واغير للعيال، ده انا بعمل كل حاجه في البيت. بعد الاطلاع على الفار فعلا فعلا اكتشفنا انها ما بتقعدش في البيت وانها بتتعب زيها زيك بالظبط. محدش قال حاجه، بس هي برضه لازم تهتم بنفسها شويه عشان خاطري. عارف زمان كانت الشياكه كلها، كانت الرقه كلها، كان الجمال كله، انما بص دلوقتي بقت عامله ازاي. انت ما بقاش عاجبك شكلي دلوقتي كمان؟ بصي بصراحه هو عنده حق، مش مهما المسؤوليات علينا زادت والضغوط زادت نهمل في نفسنا، الطرف التاني لازم يكون سعيد، لازم تحسسيه كده برضه بالراحه. شايفه؟ شفت انت حضرتك اي قعده يقلبها نكد وغم ازاي؟ ده زمان كان يخرجني يدلعني يجيب لي حاجه تبسطني وفي اخر الخروجه يروحني في تاكسي مش اتوبيس، واللي يسوى واللي ما يسواش يتدخل بينا. شفت لسانها؟ لا بس هي برضه عندها حق. لا ده احنا نجيب حكام اجانب بقى. وانت بتشكك في نزاهتي؟ شكله كده عايز الكارت الاحمر. لا 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 يا فندم، ولكن ماذا عن العناد؟ انا عنيده؟ كله هيبان. وانت بتزعقي للمنافس وانا واقف؟ كارت اصفر. نعم مش واخده كارت اصفر انا. انا ممكن الغيك الكارت الاصفر. هي بقت كده؟ بس على شرط تعتذري للمنافس ودلوقتي حالا. اعتذر له؟ ده ناخد ايقاف 6 شهور ولا اني اعتذر لواحد زي ده؟ طلع معاك حق، هي فعلا عنيده، بس واضح ان انتوا ما عملتوش فتره اعداد قبل ما تنزلوا المباراه، كان لازم تقعدوا مع بعض وتتناقشوا وتفهموا بعض، لكن انتوا نازلين كل واحد فيكم متحفز وعايز ينزل الماتش وعايز يكسب التاني، لكن ناسيين ان الماتش رايح جاي وهات وخد. لا احنا كده وصلنا ضربات جزاء ولازم الماتش ده يخلص. لسه في وقت بدل ضايع، ولازم يا جماعه نلحق نفسنا حتى لو فاضل دقيقه، الجون بيجي في ثانيه. احسن ما نعمل تبديل ونرمي نفسنا مع حد لا نعرفه ولا يعرفنا، وهم اصلا لو حياتهم كويسه والطرف اللي معاهم كويس ما كانوش لجأوا لتطبيقات زي دي. عموما احنا قررنا الانفصال، انا عايزه اسد حنين مش انسان معدوم الاحساس. انا ما عنديش احساس؟ ده عبير الزهور بتقول لي احلى حاجه فيك احساسك وحنيتك. انت قلت عبير الزهور؟ انت قلت اسد حنين؟ هو انت؟ هو انت؟ اوف سايد. الفار بيقول لك احتماليه كارت احمر، انت هتعمل ايه؟